تحية نضالية مصطفى جامع المنسق الوطني السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي التابعة للجامعة الوطنية FNE التوجه الديمقراطي. إذن اليوم نحن بصدد المحطة الثانية من البرنامج النضالي الذي سطره أطر التوجيه والتخطيط التربوي بمعية كجامعة وطنية تعليم FNE بمعية تنسيقية ديال المتدربين والمتدربات مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط. إذن هذه المحطة دي كانت اليوم صباحا وقفة احتجاجية ناجحة أمام مقر الوزارة التربية الوطنية، ثم مسيرة التي تم منعها من طرف السلطات المرة الثانية التي يتم منع المسيرة، والآن نحن بصدد تجديد وقفة أمام مبنى البرلمان احتجاجا على التعاطي غير المسؤول للوزارة مع ملف التوجيه والتخطيط التربوي، بل نسميه التهميش والإمعان وسياسة الهروب إلى الأمام في التجاهل اللي هو غير مبرر وغير مفهوم تجاه هذه الهيئة هذه. إذن المطالب ديالنا دائما نجدد هذه المطالب هذه، على رأسها مطلب ديال توحيد الإطار في إطار مفتش. ثاني مطلب، إذن بعد التخرج من المركز يبقوا في سلك واحد عوض سلكين، هذا هو التصور ديالنا. كاين كذلك المطلب ديال التعويضات التكميلية. إذن كيف يعقل بأن التوجيه أو مستشار التوجيه والتخطيط التربوي كانت عندهم تعويضات في 85900 درهم كترجع 260 درهم خاضعة للضريبة في النظام ديال 2003؟ إذن المطلب الثاني التعويضات. ثالث مطلب وهو الحفاظ على الهيئة مستقلة، لأنه يراد إقبار هذا الإطار بالمرة بهذه السياسة هذه ديال تفتيت الهيئة. ثم بالنسبة للمتدربين عندهم مطلب ديال التخرج بالدرجة الممتازة وكذلك التخرج بإطار مفتش. إذن هذه بعجالة، ما ننساش كذلك كنطالبوا كذلك بمراجعة ديال الاتفاق ديال 18 يناير 2022 الخاص بالترقية ديال المستشارين الدرجة الثانية، لأنهم لم ينصفهم بتاتا، خصوصا بعض المستشارين أو أكثرهم من هذيك 350 و 400 لم يشملهم الاتفاق بتاتا، وكأنه ما كانش هناك اتفاق. إذن نحن هنا صامدون ثاني وقف برنامج، وهناك برنامج تصعيدي محطات أخرى سيعلن عنها لاحقا. وتحية أبي عزهرة مستشارة متدربة فوج 22-24 مركز التوجيه والتخطيط. نحن هنا نقوم بوقفة كرد فعل احتجاجا للظلم والحيف والإقصاء المهني الذي تعانيه هيئة التوجيه والتخطيط، نظرا للمبادئ الكبرى التي جاء بها الاتفاق بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة. فعلا لقد جاء بمكتسبات للفئة الشغيلة نتمنها، ولكن بالنسبة للإطار التوجيه لم يأتي بجديد. كما يعلم الجميع فنحن فوج استثنائي هذه السنة، يعني فوج 22-24، فقد كانت المدخلات اللي هي استثنائية التي تتمثل في أقدمية 15 سنة على الأقل إجازة وبالسلم 11. بالمقابل مخرجات ستكون نقوصية وقهقرة قرصنة في الأقدمية، يعني لو أننا بقينا في أسلاكنا على حسب الاتفاق اللي جاء لأن كانت عندنا وضعية مهنية أحسن. لذلك كما يعلم الجميع فالنظام الأساسي فهو يحافظ على مكتسبات الشغيلة التعليمية ويأتي بمكتسبات جديدة إضافية لتحفيز الأطر. هذا ما ينقص هذا المبادئ الكبرى التي أعلن عليها الاتفاق، فهي لم تأتي بشيء لهذه الفئة المهمشة المقصية يعني اللي كنحس بالتبخيص بالأدوار ديالها. كما يعلم الجميع فإن هيئة التوجيه والتخطيط فهي عندها أدوار اللي هي رائدة، وهي عندها أدوار مهمة وركيزة في المنظومة التربية التعليمية. نحن نؤمن بالفعالية ونريد أن ننخرط في الإصلاح الذي نادى به القانون الإطار ومجموعة من الخطط الإصلاح التي تنادي به الوزارة، ولكن بالمقابل يجب أن يكون تثمين وتحفيز للأطر. فنحن كمتدربين نطالب بالتخرج بالدرجة الممتازة، ونطالب بإطار مفتش، ونطالب بمعادلة دبلوم بالماستر وتعويضات عن التكوين إسوة بأفواج ما قبل 2007. كما نطالب باستقلالية الهيئة، يعني أن تكون هيئة مستقلة. لهذا نطالب الوزارة بالاستجابة لمطالبنا المشروعة، وأن
تحافظ على مكتسباتنا لكي نحس بالإنصاف المهني. فنحن فئة تعاني بالدرجة الأولى من غياب الإنصاف المهني، وكما يعلم الجميع فأن الوزارة في توجهاتها فهي تنادي بتوحيد المسارات وبالانخراط وبالإصلاح، فهذا ما لا نلمسه حقيقة في خطاباتها على أرض الواقع. نتمنى أن تكون استجابة سريعة للمطالب. ربي السعدي الكاتب العام الوطني نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، هنا جينا لهاد الوقفة الاحتجاجية المسحوبة باعتصام إنذاري أمام البرلمان باش نطالبوا بحقوقنا المشروعه الموجوده في المطلبي، وباش نقولوا الوزاره ان الاتفاق الاخير ديال 14 يناير 2023 لا يعنينا في شيء، لانه جاء بمقتضيات لا 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 تمت البته الى ملف اطر التوجيه والتخطيط التربوي. اذا ملف اطر التوجيه والتخطيط التربوي مطالبه واضحه، كاين استرجاع المكتسبات المتمثله في تغيير الاطار من مستشار الى مفتش بالاقدميه، استرجاع الحق في التعويضات اللي تم قرصنتها من خلال نظام 2003، كانت في ظل مرسوم 87 900 درهم ونزلت بقدره قادر ل 260 درهم. اذا حنا كنقولوا ان الاطار ديالنا عنده واحد المسار مشابه لمسار اطارات اخرى كتاخذ تعويضات بكثير من الاطار ديالنا حنا، لذلك حنا كنطالبوا بالعداله الاجاريه. اذا العداله الاجاريه راه ما كايناش في هذا الاطار، وكنقولوا للوزاره انه إلى ما تفتحش حوار عاجل مع الممثلين ديال الأطر ومع نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي فإننا سنضطر إلى التصعيد، والتصعيد ممكن أن يكون على شاكلة إضراب عن الطعام، ممكن أن يكون على شاكلة اعتصام مفتوح. لذلك حنا نقول للوزارة لكي تنزع فتيلة الأزمة من هذا الإطار فضروري أنها تجلس مع الممثلين ديال الإطار ورأسهم نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي لكي يتفرغ الأطر لعملهم داخل المديريات وداخل الأكاديميات وداخل المصالح المركزية. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.